عالم المال والأعمال، دخل نجيب ميقاتي ابن طرابلس عالم السياسة من باب وزارة الأشغال والنقل، تولى حقيبتها في ثلاث حكومات متعاقبة بين العامين 1998 و2004، وفي خلالها انتخب نائباً عن طرابلس في العام 2000 قبل أن يترأس حكومته الأولى في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لا أكون رئيساً بمجلس الوزراء يخل بتعهدات لبنان الدولية أو يخرجه من حضن الأسرة العربية والدولية. حكومة ميقاتي الأولى جاءت بمهمة محددة، حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية وتضمن حياديتها، أما حكومته الثانية عام 2011 فجاءت مثقلة بالتحديات. شارع غاضب من إسقاط حكومة سعد الحريري بضغط من حزب الله أو ما عرف آنذاك بترهيب القمصان السود. هذا الشارع لم يتقبل تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة على أنقاض حكومة الحريري. وغداة تكليف ميقاتي كان يوم غضب في 25 كانون الأول يناير من العام 2011. احتجاجات وتظاهرات وأعمال شغب في عدد من المناطق اللبنانية لا سيما في بيروت وطرابلس، والمحتجون يصفون حكومة ميقاتي بحكومة القمصان السود. نحن نريد أن نتحدث مع حزب الله بطريقة لكي يكون هذا السلاح غير متواجد في المدن، يكون فقط سلاح المقاومة على الحدود، وأن نبحث بهذا الموضوع بهدوء وروية وليس بضجيج وبخبطات إعلامية. ضغط الشارع على حكومة ميقاتي لم يتوقف. 11 جولة عنف في طرابلس على مدى نحو سنتين كانت كفيلة بدفعه إلى إعلان استقالة حكومته في أذار مارس من العام 2013. أعلن استقالة الحكومة علها بإذن الله تشكل مدخلاً وحيداً لتتحمل الكتل السياسية الأساسية في لبنان مسؤوليتها. أما أبرز ما طبع القرارات السياسية لحكومة ميقاتي كان قرار النائب النفس، فهذا القرار جعل لبنان يقف موقف المحايد من الحرب السورية أمام المحافل الدولية، وخفف عن لبنان تداعيات الانقسامات الداخلية حول تلك الأزمة. الاعتدال والوسطية صفتان لطالما نسبتا إلى الرئيس ميقاتي، لكن مع تبدل الظروف في لبنان هل سيبقى خير الأمور الوسط في التموضع السياسي للرئيس ميقاتي؟